السلام عليكم. اليوم نروح للولاية الفتية نتاع عين صالح للوقوف على مشروع إنجاز المستشفى نتاع الاستعجالات الطبية نتاع عين صالح، واللي هيتسع هذا المستشفى إلى 120 سرير. وكذلك نلاحظ أنه الأشغال تقارب 60 أو 70% من نسبة التقدم، وإن شاء الله تكون فيه إنجازات ومنشآت أخرى بعد ما تم ترقية الدائرة اللي كانت دائرة تتابع ولاية 8 أغسطس. إن شاء الله تكون فيها إنشاءات جديدة لتلبي بالمقاييس نتاع الولاية، لأن عندما تكون عندها الستاتيو نتاع ولاية فيه مشاريع جديدة سوف تدرج في هذه الولاية الجديدة كأي ولاية أخرى. إذن إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.